ننتقل بكم الآن لنقل وقائع المؤتمر الصحفي حول العملية الأمنية في قرية الدراز، والتي تمكنت فيها قوات الشرطة من القبض على 286 شخصا من المطلوبين والخطرين أمنيا وإرهابيا. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة بحق التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، جاءت العملية الأمنية التي تم تنفيذها أمس للقبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين الخطرين والفارين من العدالة، وكذلك لإزالة المخلفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز، ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي. وقد أصبحت المنطقة وكراً لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة، ومصدراً للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أدائها واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار على مدى أربع مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها. وقد بذلت وزارة الداخلية ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني جهوداً كبيرة لإنهائه بشكل سلمي، وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون، إلا أنه وفي ظل استمرار الوضع المخالف كان لابد من عمل أمني يحفظ أمن الوطن ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي مصالح الناس وفي مقدمتهم أهل المنطقة. وعليه فقد نفذت قوات الشرطة انتشاراً واسعاً وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها بالتفرق، إلا أنها رفضت الانصياع وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس من خلال الالتحام مع رجال الأمن، مما أوقع عدداً من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى، إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانياً. كما أسفرت أعمال العنف ومواجهة القوات عن إصابة عدد من الخارجين عن القانون، منهم 8 حالات استدعت مراجعة المستشفى، بالإضافة إلى حدوث 5 حالات وفاة جار للتحقيق في أسبابها بمعرفة النيابة العامة، والمتوفون هم محمد علي إبراهيم أحمد، محمد كاظم محسن علي ناصر، أحمد جميل أحمد محمد العصفور، محمد أحمد حسن محمد حمدان، وآخر مجهول الهوية وجار للتحقق من هويته. هذا وقد تمكنت القوات من القبض على عدد 286 شخصاً من المخالفين، العديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على عدد منهم مختبئين في منزل مدعو عيسى قاسم والكائن بذات المنطقة. وقد ثبت بعد القبض عليهم أنهم متورطون بعدة قضايا، أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة. وأبرز المحكومين الذين تم القبض عليهم المدعو محمد يوسف مرهون العجمي، وهو محكوم بما مجموعه 111 عام. المدعو سلمان عبد النبي إبراهيم محكوم بما مجموعه 60 سنة. المدعو السيد رضا علوي مكي حسين محكوم 20 سنة. المدعو أحمد عبد الواحد ميرزا محمد محكوم 13 سنة. المدعو يوسف أحمد عبد الله عيسى العرادي محكوم 9 سنوات.
المدعو محمد منصور ميرزا محفوظ محكوم 8 سنوات، المدعو السيد رضا علي محفوظ محكوم 7 سنوات، المدعو حسن جعفر خميس إبراهيم محكوم 5 سنوات، المدعو أسامة نزار منصور محمد الصغير محكوم 3 سنوات، المدعو حسن هاشم السيد جعفر علوي محكوم 1 سنة، المدعو محمد عبد الحسن أحمد كاظم المتغوي محكوم 7 أشهر، بالإضافة إلى عدد من المطلوبين أمنياً والمنظورة قضاياهم أمام المحكمة. وتشير وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي. وتتواجد الشرطة حالياً للتأكد من تثبيت الوضع الأمني في المنطقة وعدم عودة المخالفات، والتي سيتم التعامل معها مباشرة في حال تكرار وقوعها. تناشد وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم، داعين أولياء الأمور إلى الحرص على سلامة أبنائهم، معربين عن الأسف لوقوع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من جهات خارجية ضالعة في الإرهاب ودأبت على التحريض ضد مملكة البحرين وأمنها، ويدفع ثمنها اليوم شباب الوطن بعد التغرير ببعضهم ليسلكوا طريقا نهايته مأساوية. لذلك يجب أن يكون الشباب على درجة من الوعي وإدراك المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، ولا بد في هذا الإطار من التقيد بالقانون وإعلاء المصالح العليا للوطن. وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية، والمضي قدماً في إنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شكراً. أخذ الأسئلة، عدد من الأسئلة لأن مضطرني أنا أمشي، فإن شاء الله بابدأ. الله يسلمك، تفضل أستاذنا. بيت السلام يجري الشرق الأوسط. لماذا هذا التوقيت بالذات تم تنفيذ هذه العملية الأمنية؟ السؤال الثاني، لماذا سمحت الدولة والأجهزة الأمنية هذه التجمعات لمدة 8 أشهر تقريبا؟ لماذا قررت الأجهزة الأمنية الدخول في هذا التوقيت وإزالة هذه المخالفات؟ شكرا. شكرا. أعتقد أنا بجاوب سؤال سؤال وبنمشي للسؤال الثاني. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ حقيقة تم تأجيل العملية عدة مرات، لأن أولا الوضع كان غير قانوني في منطقة الدراز، كانت هناك مخالفات كثيرة مثل ما أسلفنا، بل هناك العديد من المواطنين اشتكوا من المضايقات بسبب هذه الحواجز الموجودة والموانع اللي حقيقة تعيق حركتهم في المنطقة بل وتهدد أمنهم وسلامتهم. كما أن كثير من رجال الأعمال تضررت أعمالهم بسبب الوضع اللي كان قائم. لكن وزارة الداخلية حاولت من خلال مثل ما أسلفنا في البيان، من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال المجتمع، الفعاليات المجتمعية، أن يعني تقنع اللي كانوا موجودين بفض هذا الاعتصام لأنه غير قانوني وأنه لا يوجد هناك داعي لهذا الكلام. وتم تأجيل عملية الدخول عدة مرات بسبب تأجيل المحاكمة. حقيقة الآن بعد أن صدر الحكم في هذه القضية، القضية اللي كانت منظورة أمام المحاكم، وتبين للناس بأن ليس هناك أي حجة في إقامة مثل هذا الاعتصام. أيضا كانت هناك رسالة من وزارة الداخلية للجماعة اللي كانوا متواجدين بفض هذا الاعتصام، لأن تحول إلى وكر حقيقة لإرهابيين مطلوبين خطرين. وإحنا يعني كانت عندنا معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود هؤلاء العناصر في هذا التجمع، وأنهم يعني هم اللي كانوا الأساسيين في هذا التجمع. فأردنا أن يفض التجمع من خلال توافق ومن خلال يعني إجراءات سلمية لا تتطلب أن احنا ندخل ويعني نتعامل مع الناس، ولكن
في ظل يعني الرفض والاستمرار في المخالفات كان لابد من إنهاء الوضع. فهذا يمكن يعني الإجابة على سؤالك فيما يخص لماذا انتظرنا هالمدة هذه كلها. إيش السؤال الثاني بس لو تذكرني واسمح. وقرار الدخول يعني أنا كما أسلفت لكنه كان السماح هو ليس سماح وإنما كنا نحاول أن يتم فض هذا الاعتصام من خلال التواصل المجتمعي ومن خلال الإقناع بدل من الدخول والمواجهة، وكنا ننتظر حقيقة أن ينتهي المحكمة ونشوف الحكم النهائي بحيث يعني يكون هناك فرصة لإنهاء هذا. إن شاء الله بجيكم واحد واحد لو سمحت، بس تفضل يا لسم ما علي جايك إن شاء الله. تمام أبو صافي من صحيفة الأيام البحرينية يو تي آر بي بي سي عربي. سعادة اللواء لدي سؤالين. السؤال الأول، هل كان ضمن أهداف الدخول إلى منزل المدعو عيسى قاسم اتخاذ إجراءات بحقه؟ والسؤال الثاني، كان هناك تصريحات لأحد المسؤولين في النظام القائم في إيران بأن هذه العملية الأمنية هي ثمار، هي أولى ثمار قمة الرياض، يعني وكأنه يعني قمة الرياض أعطت الضوء الأخضر لهذه العملية. يعني أود أن أحصل على تعليق على هذا على هذه التصريحات الإيرانية. شكرا. شكرا شكرا. أولا في خصوص السؤال الأول، هل كان ضمن الأهداف اتخاذ إجراءات ضد الشيخ عيسى قاسم؟ مثل ما أسلفت، احنا دخلنا المنطقة لهدف القبض على عدد من المطلوبين الإرهابيين والمطلوبين الخطرين الفارين من العدالة، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الموانع المصطنعة اللي كانت تسد يعني الطريق وتهدد سلامة وأمن المجتمع. لم يكن أبدا يعني من ضمن الأهداف بيت الشيخ عيسى قاسم أو استهدافه شخصيا، ولكن مع دخول القوة ومن خلال الرصد الأرضي والجوي أيضا والمتابعة، تبين دخول العديد عدد كبير من المطلوبين والإرهابيين اللي تم التعرف عليهم، دخولهم إلى منزل عيسى قاسم والاعتصام داخل المنزل والتمترس داخل المنزل، وكان يعني بحوزتهم أسلحة بيضاء وتروس معمولة ومعدة مسبقا، ويمكن التصوير بيّن بعض الأمور اللي ممكن تشوفونها. فلم يكن حقيقة في الأهداف، بل احنا أرسلنا رسالة مسبقة بأن احنا لا نستهدف هذا الموقع، إنما نستهدف فتح الشوارع ويعني القبض على المطلوبين وفتح الشوارع. السؤال الثاني أنه بالنسبة للتصريحات المسؤولين الإيرانيين، أنا حقيقة لا يعنيني تصريحات المسؤولين الإيرانيين البت، هم يصرحون مثل ما يبغون، لكن المهم فيما يخصنا احنا أن احنا العملية كانت مؤجلة أساسا بسبب المحكمة، ومثل ما تلاحظون أن العملية تمت بعد صدور الحكم بيومين، أي أعطينا أكثر من 48 ساعة تقريبا بعد ما أعطينا إنذار للجماعة الموجودين، ولم تكن أبدا العملية مرتبطة بقمة الرياض أو غيرها من الظروف، عدا أن نتيجة المحكمة نفسها إن شاء الله. تفضل يسلمك إن شاء الله، بس اسمحوا لي بالدور إن شاء الله. سيادة اللواء، كنت عايز أعرف أولاً أن السيد أحمد مسعود من وكالة الصحافة العربية، العملية النوعية اللي تمت زي ما سعادتك أسلفت أن تم إخبار الرموز الموجودة قبلها ب 48 ساعة، هل ده إخبارهم بالموضوع ده لأنهم تبادلوا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك عملية وتم يعني حصل تمترس لهم واستعداد؟ لو العملية النوعية دي تمت بدون الإخبار وكانت عملية سرية، ما كانش ده قلل من الإصابات بتاعت رجال الأمن؟ وشكرا. شكرا على السؤال. حقيقة احنا تعاملنا مع هذا الموقف بحيث ان احنا نقلل اكثر ما يمكن الإصابات، ليس فقط في رجال الأمن ولكن بالدرجة الأولى المواطنين. حبينا أن الناس تعرف الهدف من العملية بحيث أن لا يكون هناك سوء فهم، خصوصا في منطقة سكنية، بحيث لا يكون هناك سوء فهم أو لبس في أهداف هذه العملية.
فأحببنا بداية أن احنا نتفاهم مع الجماعة الموجودين من خلال هذه الفعاليات المجتمعية، ومثل ما قلنا أن احنا نحل الموضوع بشكل ودي سلمي، ويعني خلاص نفضل التجمع لأن الحجة في إقامته انتفت مع صدور الحكم. ولكن مع الأسف طبعا بسبب التحريض الخارجي من جهات خارجية معروفة وكلكم تعرفونها وقرأتوها في التواصل الاجتماعي أو كذا، تحريض مستمر، ويعني يصورون المواقف على أنها على غير حقيقتها، مما يغرر بهؤلاء الشباب مع الأسف الشديد. تفضل أستاذ. التعامل بشكل قانوني مع من تم القبض عليهم داخل منزل عيسى قاسم، هل سيتم توجيه له تهمة إيواء مطلوبين داخل منزله؟ شكرا. شكرا على السؤال. طبعا الداخلية، وزارة الداخلية هي ليست جهة توجيه اتهام، وإنما هذا الأمر مناط بجهات قانونيا لها سلطة توجيه اتهام، فهذا الأمر متروك إلى الجهات المختصة في هذا الأمر. احنا يعني قمنا بواجبنا، حرزنا الأدلة اللي ممكن تحريزها، أثبتنا الوقائع، والآن نحيل القضايا إلى النيابة العامة بإذن الله. تفضل. سعادة العقيد محمد العالي، جلف دانيوز. السؤال الأول بالنسبة إلى التشيك بوينتس الموجودة في الدراز، هل سيتم خلاص انتهى دورها الأمني، هل سيتم إزالتها أو تقليلها بحيث أن مثل ما ذكرت أن الحياة ترجع طبيعية؟ والشغلة الثانية بالنسبة إلى التحقيق في الأشخاص اللي توفوا أو الإصابات، هل متى نتوقع النتائج التحقيق؟ سؤالك بخصوص نقاط السيطرة الموجودة حول منطقة الدراز، طبعا هذه مرتبطة بالوضع الأمني في المنطقة، وهي وجدت لأسباب كانت موجودة، اليوم هذه الأسباب تم إزالتها، ومثل ما قلت وجود القوة هو لضبط الأمور وتثبيت الأمن بإذن الله. وعندما نطمئن بأن الوضع يعني عاد لطبيعته كامل وأن الأمور مستقرة بإذن الله سيتم إزالة المظاهر هذه، لأن حقيقة هي فعلا كانت يعني موجودة لسلامة الناس حقيقة والمحافظة على أمنهم. أما بخصوص سؤالك الآخر فيما يخص التحقيق، فمرة ثانية هذه ليست من سلطة وزارة الداخلية، والقضايا الآن لدى النيابة العامة، هي اللي عندها سلطة التحقيق وهي اللي تحدد متى ينتهي هذا التحقيق. شكرا. تفضل أستاذ. إن شاء الله أستاذ برجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جود أبو النور، مدير مكتب جريدة الأهرام بالبحرين. الحقيقة أنا بشد بهذا البيان، يعني فعلا صادق في كلماته، في أرقامه، في بياناته، فعلا يعني لا غبار عليه، وبيكشف الجهود يعني المخلصة فعلا لحل هذه الأزمة. لكن سيادة اللواء، ماذا بعد؟ يعني معروف أن هذه التجمعات هي من وراء الشيخ عيسى قاسم، تبقى المشكلة قائمة، يعني ايه الضمانات او اللي هتخلي هذه التجمعات لا تعود مرة اخرى؟ شكرا على السؤال. اولا انا يعني بينت بان الحجة في اقامة هذه التجمعات انتفت مع صدور الحكم على الشيخ عيسى قاسم. احنا موجودين الان في المنطقة، لو كان هناك استهداف للشيخ عيسى قاسم أو هناك نية لاستهدافه لكان يعني تم هذا الموضوع، ولكن مثل ما يعني بينا والعملية بينت أساسا أن احنا ما كنا مستهدفين الشيخ عيسى قاسم، موجود هو في بيته مع عائلته وما عنده أي مشكلة. احنا الآن نعمل مع فعاليات مجتمعية بأن يتم الآن حاليا بعد ما فتحت المنطقة وفتحت الشوارع وهناك مشاريع تطويرية في المنطقة إن شاء الله راح تتم، مثل ما قلت احنا موجودين لتثبيت هذا الوضع والتأكد من عدم حدوثه وتكراره. لكن في نفس الوقت الآن مع انتفاء أي حجة لهذا التجمع، إذا حسينا بأن هذا التجمع أو أي مخالفات راح ترجع أو أول ما ترجع راح يتم التعاون معها فورا ومباشرة بدون تعطيل وبدون تأخير، وذلك لأن الأمور الآن أصبحت واضحة والكل عارف ما هو الوضع القائم في الدراسة. شكرا. تفضل جايك شهاد، مراسل صحيفة البيان الإماراتية. طويل العمر عندي لك ثلاث أسئلة إذا تكرمت على الإجابة عليها. الأول، طال عمرك، كيف تفسر ارتفاع عدد المصابين من رجال الأمن؟ يعني رغم 31 رقم كبير، هل رجال الأمن يعني
في البحرين إلى اليوم لا يعرفون التعاطي في حرب الشوارع. السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة للخلية اللي كانت هاربة من جو، اللي كانت هاربة مع الغسرة، المقتول الغسرة، هل تم اعتقال أي عضو منها؟ والسؤال الثالث طال عمرك، يوم ساعة ما أقدمت الأجهزة الأمنية في حملتها الأمنية أمس في الدراز، هل كان هناك توجيهات لرجال الأمن باستخدام القوة النارية عند الضرورة؟ شكرا. شكرا. بخصوص سؤالك عن ارتفاع نسبة الإصابات في رجال الأمن، طبعا احنا بينا ويمكن حتى في التصوير شفتوا بأن العديد من اللي كانوا موجودين كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء، فؤوس وسيوف، بل وقنابل يدوية رميت على القوة أثناء تقدمها، يعني قنابل يدوية عسكرية. ولا تنسى أن كان هناك التحام مباشر مع المعتصمين. احنا كقوة شرطة احنا ندخل لحفظ الأمن والنظام العام، ولم يكن يعني من منطلق تطهير منطقة عسكريا باستخدام السلاح، وإنما كان من خلال مثل ما قلنا اللي هو الهدف منها القبض على بعض المطلوبين والخطرين حقيقة، بالإضافة إلى إزالة الحواجز والموانع. طبعا القوة اللي دخلت كانت مجهزة تجهيز كامل بما يليق بتحقيق هذا الهدف وتحقيق مهمتها، كما أنها دخلت في حماية قوة مكافحة الإرهاب، واللي يمكن شفتوها في بعض اللقطات، وكانت يعني بتسليحها وتجهيزها كامل. أما مسألة الإصابات فأنت لا بد منها في مثل هذه المواقف، لأنك أنت تتعامل مع مواطنين في الأخير، تتعامل مع يعني ناس يعني مواطنين، لا بد أنك تتعامل معهم، ولما يصير فيه قرب تتعامل من قرب والتحام هنا تصير فيه الإصابات، خصوصا في رجال الأمن. ما يعني سؤالك اللي يخص استخدام القوة النارية، استخدام القوة النارية احنا نص عليه في القانون بخصوص الشرطة، وهي مخولة حسب القانون في حالات محددة حددها القانون، وعلى هذا الأساس هي تتصرف حسب ما خولها به القانون. لكن يعني لا يمكن أن نعطي أوامر بفتح النار أو عدم فتح النار، هذه كلها مرتبطة بالحدث نفسه وبما تقره الإجراءات القانونية. عفوا، هذه لحد الآن ما عندي، يعني طبعا مثل ما تعرف لحد الآن احنا نفرز في هذا في المتم القبض عليهم والتحقيق معاهم والتحقق من هوياتهم، ما زال الأمر غير التحقيق، لكن لحد الآن ما في حد من هذه الخلية بالذات، وإنما فيه ناس من يعني هرب من سجن الحوض الجاف، في ناس من يعني مطلوبين فارين عن العدالة من العدالة. تفضل أستاذ. الكل أجمع لأنها عملية ناجحة وغير مألوفة في البحرين، ونريد أن نلقي برضو بعض الضوء على كيف تمت والقوات أعدادها والاستعدادات، بالذات نحن شفنا أنواع من الاستعدادات والدروع تم نقلها على سيارات، سحبت بالجيب. حضرتك اتكلمت على قوة الإرهاب أو مكافحة الإرهاب، في ناس اتكلمت عن الحرس الوطني، البعض يريد أن وإحنا نريد أن نلقي الضوء على طبيعة القوات المشاركة والخطة دي تم الإعداد لها في قد إيه، وهل كنتم تتوقعوا خسائر أكتر من كده ولا لا؟ سؤال أخير، حضرتك اتكلمت على قنابل يدوية عسكرية، هل ضبطت أسلحة أخرى؟ وهل مصدر الأسلحة دي منين؟ هل إيران؟ هل دول أخرى؟ يا ريت نعرف هذه الإجابات. شكرا. شكرا. سؤالك الأول فيما يخص التخطيط لهذه العملية والأجهزة الأمنية، حقيقة هناك يعني يمكن كل الأجهزة الأمنية كانت تعمل في هذا الواجب، وهناك أجهزة لها يعني أدوار رئيسية، كما أن هناك أجهزة لها أدوار مساندة، كما أن هناك كل الأجهزة على نفس الدرجة من الأهمية أدوارها ولا تختلف، لأنك أنت تعمل في عمل مشترك بين الجميع. فيما يخص الـ طبعا يعني العمل هذا تم من خلال عمل أيضا استخباراتي مسبق ومعلومات موجودة ورصد أرضي وجوي ومتابعة للأهداف المطلوبة والخطرة، وعلى ضوء ذلك يتم تقدير الموقف وعلى أساسه توضع الخطط. الخطط هذه أو التخطيط للعملية مثل ما قلت لك تأجل أكثر من مرة بسبب تأجيل محاكمة عيسى قاسم
ومن معه، وكنا ننتظر نتيجة هذه المحاكمة. فالحمد لله كان في وقت للتخطيط لهذه العملية، كنا خلال التخطيط دائما نحاول ان احنا نتواصل مع المجتمع ونحل المشكلة، ولكن قد يكون هذه جاء ايضا في صالح التخطيط انه اعطانا مجال للتخطيط اكثر. بالنسبة للقنابل طبعا احنا لا تنسى يعني ياما ضبطنا شحنات من الأسلحة والقنابل والمتفجرات اللي كانت يتم تهريبها عن طريق البحر، مصدرها يعني كل اللي لقيناها مصدرها إيران، إما عن طريق إيران مباشرة أو عن طريق العراق إلى البحرين. يمكن شفتوا أحد القنابل اليدوية اللي رمت على القوة لم تنفجر لله الحمد، وهذه تم يعني معاينتها والتعامل معها كذخيرة كعمية، لكن واضح بأن يعني مصدرها وصناعتها صناعة إيرانية حقيقة، وهي لا تختلف عن القنابل اللي تم ضبطها مسبقا وموجودة عندنا. أعتقد جاوبت على سؤالك. صلاة الجمعة هل منعت خلال فترة 11 شهر كما قيل؟ صلاة الجمعة في الدراس؟ يعني أبداً، ويمكن تسأل الناس اللي تدخل الدراس، بل إحنا حاولنا نتواصل مع المجتمع ونشوف إذا كان عندهم إمام معين يعني يحتاجونهم يدخل الدراس يقيم الصلاة، ولكن ما كان في أي تعاون. هم اختاروا أن لا يقيموا الصلاة وهذا شأن موجود عندهم. الشيخ عيسى قاسم كان موجود في بيته والمسجد قريب منه، كان ممكن إقامة الصلاة في أي وقت. فإحنا يعني هذا الموضوع مو عندنا إحنا كشرطة، إحنا لا نمنع صلاة ولا نمنع إقامة الصلاة، بالعكس إحنا يعني وتشوفون أنتم في كل المساجد يوم الجمعة وفي أكثر الجوامع تلقى الشرطة موجودة لتسهيل وتأمين صلاة الجمعة وليس لمنعها يعني حقيقة. شاكر لك، شكرا. تفضل يا سلام. صادق الحلواشي من صحيفة الوسط. في الحقيقة عندي ثلاث أسئلة عليك أمر. السؤال الأول يتعلق بالحالات الوفاة اللي حدثت، كيف راح تتعاملون معها من حيث يعني هل راح تتبنى وزارة الداخلية دفنها مثل ما صار بالنسبة للمقتولين في حادثة الهروب، أم راح يسلمون إلى أهاليهم؟ السؤال الثاني يتعلق بالتواجد الأمني، يعني رصدنا قبل يعني في جيتنا إلى المؤتمر الصحفي تواجد لقوات يعني أمنية مكثفة على الهايوي، ما أعرف هي إذا كانت تابعة لوزارة الداخلية أو جهات أمنية أخرى. السؤال الثالث تكرر الكلام عن موضوع إقامة جبرية في الدراز بالنسبة لمنزل الشيخ عيسى قاسم، فما نعرف مدى صحة هذا المعلومات يعني. يعطيك العافية. شكراً أخ صادق. بالنسبة عن سؤالك فيما يخص التعامل مع الحالات الوفاة، هذه طبعاً إحنا مثل ما يعني أسلفنا مهمتنا حفظ الأمن والنظام والسلام العامة والتأكد من يعني منع كل ما قد يؤثر على السلم الاجتماعي السلم الأهلي والأمن العام. هذه الأمور تدرس وعلى حسب الوضع إن شاء الله بيتم اتخاذ القرار فيها. فيما يخص التواجد الأمني، التواجد الأمني موجود أيضا لنفس الغاية وهي حفظ الأمن والنظام العام وتثبيت الأمن حقيقة وطمأنة الناس، يعني خصوصا الناس يطمئنوا بأن فيه القوة موجودة لسلامتهم وتأمين مصالحهم. أما فيما يخص الكلام عن إقامة جبرية، الإقامة الجبرية تصدر بقرار وليس لم يصدر قرار، ولو صدر فراح يعلن ويكون معلن، فسامح يعني هذا الكلام لحد الآن أنا على الأقل ما لي علم فيه. شكرا أستاذ مرزوق، تفضل. يعطيك العافية. أشرف المرزوق، الشارقة الفضائية. ما هي الإجراءات التي تتخذها العادة وزارة الداخلية بحق الأشخاص الذين يجردون أو تسحب منهم الجنسية؟ أنا أتكلم عن السوابق التاريخية، وهل يتم التحفظ عليهم، يسمح لهم بالبقاء أم يتم إبعادهم؟ وفي حالة تحديدا الشيخ عيسى قاسم الذي أيضا سحبت منه الجنسية، ما هو التوجه بالنسبة للوزارة لتطبيق النظام عليه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، صدر حكم المحكمة بإدانة الشيخ عيسى قاسم، ما هي الخطوة التالية؟ هل يمكن أن يطبق إجراء قانوني بحق الشيخ من أجل تنفيذ حكم المحكمة؟ وشكرا. شكرا. فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالجنسية وغيرها، هذه طبعا أمور قانونية ويتم التعامل معها حسب القانون، الإجراءات القانونية. أما فيما يخص مسألة سؤالك الآخر اللي قلته اللي هو
تنفيذ الحكم. طبعا الحكم مثل ما عرفتوا صدر بوقف التنفيذ، وهناك اجراءات اخرى هذه باختصاص المحكمة. ما في اي يعني ما في اي قرار بتنفيذ عقوبة سجن او غيرها، فاحنا يعني ما في اي 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 اجراءات في هذا الخصوص. شكرا، شكرا لكم جميعا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نقلنا على حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي حول العملية الأمنية في قرية الدرز، حيث أكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام أنه تمت إعادة الوضع لطبيعته في قرية الدرز، مضيفا أن قوات الشرطة ألقت القبض على 286 شخصا من الخارجين عن القانون والمطلوبين بقضايا خطيرة. وأكد اللواء الحسن أنه سيتم التصدي لأي تجمعات تحريضية أو غير قانونية، موضحا أنه تم إمهال الخارجين عن القانون 48 ساعة بعد صدور قرار المحكمة قبل تنفيذ العملية. وأكد اللواء الحسن أن الهدف من العملية كان القبض على مطلوبين للعدالة وفتح الشوارع بعد تضرر المواطنين في الدراز من الوضع قبل العملية الأمنية، ودعا المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات الأمنية.